كريم عايز اقول لك حاجه، انت ما تغفلناش خالص عشان انت لما تيجي تبص انا معاك. خلي بس نتكلم مين اللي بيلعب سته؟ طارق حامد ماشي، وحمدي فتحي لا حمدي فتحي ادي اتنين بس، ادي اتنين. ومروان سعد بيلعب سته، وممكن مروان يلعب سته بالظبط. مين الثمانيه؟ ماشي خلينا نتكلم الثمانيه. مين في الاسامي اللي هو كاتبها دي ثمانيه؟ ارد عليك اتفضل. امام عاشور، امام عاشور ثمانيه، حماده، حماده، حمدي فتحي في الفتره الاخيره مع الاهلي بيلعب ثمانيه. لا لا لا، مروان عطيه في الفتره الاخيره مع الاهلي بيلعب ثمانيه. لا ما هو انا دلوقتي عندي لعيبه بتلعب الاثنين. طب خلاص ثمانيه وسته. هقول لك على حاجه، ماخدهمش. مين اميز؟ ماشي مين مين؟ تعالى بقى نتكلم بقى صح. نرجع تاني للجمله المشهوره بتاعتي انا والقديمه بتاعتي، هات اللي بيبدع في مكانه مش اللي بيأدي. ومروان عطيه بيأدي، مين افضل في المكان ده؟ يعني لما تيجي تتكلم على رضا بوبو في ثمانية هيبقى اميز من اللعيبه دي، افضل من ناس كتير شوية. افضل افضل من شوية. افضل من حمدي في ثمانية، افضل من مروان عطيه في ثمانية، مختلف تماما عن محمود حمادة. حماده بالظبط، مختلف. طب ما احنا ممكن نحسبها حسبه تانية. اتفضل. انا برضو بحاول احط نفسي مكان، انا بلعب انا دور فيتوريا مش مختلف يعني. لا لا لا، احنا مش مختلفين معاه كمان. انا دلوقتي بحط نفسي مكان فيتوريا. افرض فيتوريا اصلا في طريقه لعبه بيفكر يلعب 4 2 3 1 ويلعب ب 2 6 مش يلعب 4 3 3. مين هيلعب 10؟ عنده من اللي موجود دول مثلا؟ هقول لك، قول لي بقى. ما انت ماشي نمشي واحده. انا مش عايزك تغفل. مصطفى فتحي ممكن يلعب 10. لا ما يلعب. لا يلعب، لا في السموحه 10، لا في السموحه 10. عبد القادر لعب في السموحه 10. يلعب، بيلعب في جناح دايما. ممكن زيزو يلعبها. ماشي يعني انت زيزو يلعب 8 مش 10. زيزو انا شايف ان هو لو هيلعب 8 يلعب في المنتخب هيلعب 8. بيلعب بقى اصلا عمر مرموش بيلعب 10. 10 ماشي. ده بيلعب كمان في فريقه دلوقتي، بيلعب في فولفسبورغ، بيلعب 9، بيلعب مهاجم صريح. يعني خلينا نتكلم يا كيمو، احنا في الاخر بصين ان احنا اختلفنا على اتنين لعيبه فقط بسيطه الراجل. لان برضه هقول لك نقطه بقى، الاختيارات اللي موجوده عنده قليله. يعني هو ما عندوش اختيارات كتير، ان هو في السرد باكات، في نص الملعب، ما عندوش مثلا 10 تنفار في نص الملعب فيحتار فالناس تطلع تتكلم. انت كل اللي بتتكلم عليه انهم مهند لاشين ورضا بوب. وبعدين وزي ما انت قلت، كنت بقول كده في المقدمه كابتن عبد الله كابتن حسن، انه برضه اللعيبه كلها قريبه من بعض، قريبه من بعض جدا. يعني هو مش واحده لما هيختار حد، مش يعني انت بس حتى وانت بتقول محمد رضا بوب ومهند لاشين هم مش هيفرقوا قوي عن اللي موجودين. رضا بوب رضا بوب فارق. ده اللي انت مختلف. لا بجد مختلف. انا يعني انا لا مرنته ولا اشتغلت معاه، بس لا حاجه خامه كويسه قوي. وكان يستحق ان هو يبقى متواجد في الفتره دي. طب ممكن اسالك سؤال مهند؟ بحاول برضه اوصل على الاقل كابتن عبد الله، هحاول اوصل لعقل فيتوريا شويه. ممكن مثلا رضا بوبو عشان مثلا يعني ما عندوش خبرات دوليه، فيقول مثلا المواجهتين القادمتين دول حاسمتين ومهمين جدا. طب ما في ناس كتير ما عندهاش خبرات دوليه فسيبه لبعد كده. طب ما انت جبت هشام صلاح، هشام صلاح اول معسكر ليه؟ ما فيش باكات رايت في مصر. ايوه ما هي دي النقطه. ايوه لا نرجع بقى للنقطه الاولانيه. هقول لك على حاجه، على الاقل رضا بوبو اشتغل في الكونفدراليه. طب هشام صلاح ما اشتغلش؟ ما انا بقول لك يا ده عنده احتكاك. لا هو هشام صلاح افريقي. هو انا بقول بس هو لاعب كويس، عشان لما بقول ما فيش باكات رايت في مصر. لا لا كويس. طبعا لا هشام لاعب كويس، بس قول لي مين اللي بعد محمد هاني يجي باك رايت في مصر؟ فيش حد. فيش ولا محمد هاني يروح خلاص، لكن في وسط الملعب مليانين. والله ولا محمد هاني والله. ثانيه واحده. ايوه ثانيه، انت اللي جبته لنفسك. ايوه انت اللي جبته لنفسك. كنا طالعين من الباب هنا وسالتك سؤال، اكرم توفيق في احسن حالاته ومحمد هاني في احسن حالاته، مين اللي يلعب لمنتخب مصر؟ انا بتكلم في منتخب مصر. انا بص انا عايز اتكلم بقى، سيبك بقى انت وفي منتخب مصر. قلت لك مين يلعب؟ قلت لي محمد هاني. انا بسالك سؤال، بقول لك ايه انت بتغير كلامك؟ لا انا ما بغيرش كلامك. قدامك ولا صح ولا غلط؟ سيبه يقول، ما هيرد. انا ما بغيرش كلامك، بكلمك في النادي الاهلي. في النادي الاهلي وفي منتخب مصر اكرم اهو دلوقتي، احنا على الهوا اهو. احنا كنا أكرم دلوقتي ولا اكرم يلعب باك رايت منتخب مصر دلوقتي؟ اكرم موجود، محمد هاني واكرم، وده في احسن حالاته وده في احسن حالاته. مين اللي تلعبه انت مدير فني دلوقتي؟ ومين اللي تلعبه؟ مين هلعب محمد هاني؟ طيب خلاص هو ده. ما هو ده المتاح دلوقتي، بتقول عليه ان انت ما تلعبوش. ما هو ده المتاح. بس محمد هاني تحديدا لا بقاله فتره مش سنة كريم. بس محمد هاني متواضع بقاله عشان دلوقتي هو بيقول المتاح. انا جبت لك اتنين دلوقتي. ما خلاص ما انا قلت لك اهو، انا رضيت عليك خلاص. يبقى ما تقولش بقى ايه المتاح. المتاح في غيرهم؟ في غير هشام صلاح على الساحه دلوقتي وفي غير محمد هاني؟ مفيش حد. تمام بس هات لي باك رايت في ال 18 يعني بعد كل ده ما تقولش بقى ان هو ما يروحش برضه منتخب مصر. لا يستاهل ان هو يروح الفتره اللي فاتت. يستاهل. انا بقى اتفق على دي، ان محمد هاني الفتره اللي فاتت يستاهل يروح منتخب مصر. يعني ممكن الفترات اللي قبل الفتره اللي فاتت، احنا بنتكلم مثلا في بدايه الموسم، من بدايه الموسم، من ساعه ما اتصاب اكرم توفيق محمد هاني عامل شغل عظيم مع الشباب. لا 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 انا شايف
شاء الله حصل كويس جدا وبيركز. هو وقع بس في ماتش سان داون بس. لا هو ده بص ده حاله وده كل الفرقه كانت واقعه. برافو عليك. هنتكلم لا لا يعني هو ده الماتش الوحيد اللي بالنسبه لي على حد ولا قاسي عليها هو عشان انا بقول لك ما بقاش قاسي على حد. كل الفرقه كانت واقعه.